اسلام، انت لو صاحب قرار في نادي الزمالك وقاعد في لجنه فنيه وفي في اداره وقالوا لك الزمالك خسر من الاهلي مثلا يعني، وهنفضل نقول الجمله الشهيره مباراه الاهلي والزمالك ملهاش حسابات ولا حاله فنيه ولا الكلام ده كله، بس خسر فرضا من النادي الاهلي، تقول يمشي ولا تقول لا يقعد؟ بص يا كريم، انا دايما ببص للي حصل قبل كده وبعيد، هي كلها سكريبتد مكرره. اوتو فيستر واحد من افضل المدربين في تاريخ نادي الزمالك طبعا، تمام، خد مع الزمالك الدوري، كسب الاهلي ساعتها، وكان الاهلي بقاله فتره متفوق، ماتش 3-1، ماتش 2-1 الاول كان بتاع حازم امام، كسب كاس الكؤوس الافريقيه تمام، وكان ساعتها راح مع الزمالك كاس الانديه، كسب السوبر مصر، كسب بطولات كتير، دخل السيزون الثاني كان ماشي بتفوق جدا تمام، لحد ما مره واحده كانش بيفرق مع الدفاع، الزمالك كان بيلعب ماتشات قدام مثلا سوهاج يبقى كسبان 3-0، يبقى 3-3، يبقى كسبان ترسانه 5-0، يبقى 5-2. انا فاكر المباراه دي الزمالك كان بيدخل فيها اهداف بمنتهى السهوله، ورغم كده بعد مباراه الستة مشي خلاص. السؤال واحد لو خسر سكور، لو خسر سكور لا 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 سوري، سيبك من السكور، حط دي على جنب، السكور دي ليها عوامل اخرى وكثيره وعاطفه والناس وبتاع، فممكن يمشي فيها. انا بكلمك الزمالك خسر 1-0 مثلا، او سيبك الزمالك ممكن يكسب الاهلي، بس خلينا في الكيس بتاع الزمالك دلوقتي، الزمالك مثلا خسر 1-0 من الاهلي، يمشي ولا يقعد؟ واحد لو خسر في وسط اداء مقبول تمام يا عم، خسر واحد وكان الاداء وحش من الفرقتين، لا لا مثلا، ما هو انا بقول لك لو هو في وسط التجربه قدر ان هو يغير دفاعه تمام، يعني انا هقول لك على حاجه، انا مش عايز اقول، بس من حزن الحظ ان الزمالك ما لعبش الاهلي في السوبر، والراجل ده اول ما جه لا 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 كان لا كان هيبقى في سكور. السؤال دلوقتي، انا بقول لك انت موجود في الاداره وهتاخد قرار، هتقيم المدرب على ماتش يخسره او يكسبه؟ انا شايف اوساري لازم يمشي، انه اصلا بقى كورتو لا ايوه هو ده اللي اقصده، كورتو لا تناسب بعيد عن المباراه زمان. رايك بعيد عن المباراه، بس ما ينفعش مدرب يتحكم عليه. لا لا ما هو كده مش مباراه، لكن كورتو لا تناسب سكواد الزمالك، معلش ممكن يكون الراجل عنده فكره حلوه جدا، بس انا شايف ان هو مش راكب، هو زي ما احمد قال بيلعب معلش، هي دي اقل بيلعب باشرف رؤى، بيلعب باشرف رؤى. انا رايي لو الراجل ده بيلعب في الاهلي، على فكره الراجل ده لو بيلعب في الاهلي بالطريقه دي ونص ملعبه مروان عطيه وادي ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومش هيلعب كوره شكلها حلو، ده هيلعب، ده مفيش حد هيلمس الكوره لكن لا، الراجل بيلعب في وسط ادوات. هل انا بقى هقدر اجيب له لعيبه تقدر خلينا الصراحه الكوره المصريه مفيش حد دلوقتي، لو انا قلت لك وانت كده قول احسن 10 لعيبه في الدوري السنه، ما هو برضو السنه فاتت قال لك الكره المصريه ما فيهاش لعيبه كويسه، وفجاه لقينا مروان عطيه في النادي الاهلي رقم واحد في وسط ملعب النادي الاهلي، ده لعيب يا كريم ده لعيب واحد فرق مع النادي الاهلي يا كريم، لعيب واحد بس، لكن فين بقيه اللعيبه؟ معلش ممكن اقول لك على حاجه، الموسم اللي قبل ده اللي هو موسم هبوط دجله، الى فرقه دجله وهي بتنزل الى الدرجه الثانيه، واحده من افضل الفرق اللي فيها سكواد اللي انا شفتها بتنزل درجه تانية في التاريخ، الفرقه دي كان فيها محمود مرعي وفيها بوبو وفيها محمد هلال وفيها يعقوبو اللي بيلعب في باك لاي، انت متصور فرقه زي دي بالسكواد ده في الاخر هبطت؟ لا السنه دي انت عندك الفرق، مفيش في فرق بالعكس متصدر او وضعها احسن، ما فيهاش مواهب. اقل مشاكل الزمالك كريم هو اسوريو، يعني انت مش هينفع تتكلم على تاكتكس، مش هينفع تتكلم على بس مدير، هو ده احمد الاسلام قاله ان هو اسوريو نفسه كمدرب اولا جايب سي في محترم جدا، مدرب كبير، هو مدرب كبير، وحتى لمساته في الشكل بتاع الفني، احب المدرب الكرياتيف، بس زي اللي انت بتقوله ده بالظبط. بس انا هسال اسلام سؤال، لو مشينا اسوريو وجبنا مدرب تاني، الزمالك هيبقى هينافس على الدوري؟ لا. الزمالك هيقدر يخش ان هو بنفس يكون منافس؟ لا لا لا، بس لو في تدعيمات الزمالك هي ما هو التدعيمات سواء باسوريو او بغيره هتجيب نتيجه، الزمالك عنده نواقص كتير. التاكتكس ده اخر حاجه ممكن تبص لها في الكوره. انت بتقول لي ايه الفكره؟ الاهلي فرق معاه من السنه اللي فاتت للسنه دي مع مارسيل كولر والشغل الفني العظيم اللي عمله، اتنين لعيبه مهمين جدا، كهربا فرق معاك في الهجوم جدا، مروان عطيه فرق معاك في وسط الملعب جدا، فرق ولا ما فرقش؟ كريم هنهزر؟ لا الباقيين كويسين، ثواني ما هو نفس كريم اللعيبة. الاهلي عنده سكواد في فرقتين، لا 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 واحده واحده كريم، الاهلي قاعد على الاحتياط، قاعد على الاحتياط، لا لا معلش اللي فاتت، لا لا كان اللي هو عنده مشاكل في مين هداف بنفس اللعيبه، مين هداف بنفس اللعيبه، مين هداف الاهلي السنه اللي فاتت؟ كان مين؟ محمد شريف. محمد شريف دلوقتي ايه؟ قاعد احتياطي يعني، ماشي ما هو محمد شريف ده برضه معلش معلش دلوقتي بقى عندك مثلا معلش عندك باكين يمين اتصابوا، ربنا
مش فيهم طبعا جابر سليمان وأكرم كريم فؤاد واكرم توفيق اتنين ثوابت تمام فلا ما تهزتش في محمد هاني وجاب خالد عبد الفتاح اكملك بس اكملك الزمالك جت فتره ما كانش باك شمال ثلاثه باك شمال اللي عنده اتصابوا والفرق ما بين فتوح واي باك شمال طبيعي برضه يبقى عندك ثلاث لعيبه في كل مركز المفروض يبقى عندك ست الفرق بين سكواد الاهلي الاهلي كان عنده مشكله في مركز او اتنين يعني مروان عطيه من الاخر مثلا ما جاش عشان هو الاهلي عنده مشكله في نص الملعب صح كهربا ممكن يكون مشكله وسط الملعب كهربا لتحسين الهجوم صح صح كده الزمالك لا احنا في اصلا احنا ما بدناش الدور الاول لسه يعني احنا الزمالك بسم الله الرحمن الرحيم بعد اصابه الونش عنده مشكله في المدافع الزمالك عنده مشكله في الباك اليمين الزمالك عنده مشكله في نص الملعب الزمالك عنده مشكله اصلا في الوينج ليفت وعنده مشكله في بديل الوينج رايت لو زيزو مش موجود صح. وعنده مشكله في المهاجم حلو قوي عليك لحد كده عشان انا لازم اختم بس عليك النهارده كانت حلوه خفيفه لطيفه لذيذه كده بس انت مش حاسس ان انت طالع منتصر ما انا منتصرت اهو فين ده بس انا عايز اقول للاسلام طب قول لي على طول الفرق ما بين لعيبه الاهلي السنه اللي فاتت قدام الوداد والسنه دي ان السنه اللي فاتت لعيبه الاهلي كانت راحه الماتش خايفه خوف غير طبيعي عشان انت كنتش جاهز مع كل السنه دي بعد الماتش الوداد في القاهره هنا بيتكلم كل اللعيبه مقتنعه تماما يا كريم احنا مش خايفين من الوداد احنا كنا احسن لا ما عشان برضه الوداد اقل من السنه اللي فاتت الوداد اقل من السنه انا للاسف خلصت الوقت بس هقول لك حاجه يا احمد الوداد ان شاء الله الاسبوع الجاي هنيجي نحتفل مع اسلام للفوز الاهلي وانا مش هحتفل يعني ولا ايه انا مش متاكد ان كلامه ان اسلام غير وجهه نظره لما بقول هنحتفل انا وهو لا مع اسلام انا والله شايف كولر مدرب كبير عشان بس ما مدرب كبير وسام طفره انا واحد نيجي نحتفل معاك تمام تحتفل معانا بفوز الاهلي ان شاء الله طب ما بقى انا وانت واحمد يجي يحتفل معانا عارفني اشمعنى انا انت واحمد يجي مع بعض عشان انت بتجيب الكنافه وبسبوسه احمد ما بيجيبش بصراحه